السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بحضراتكم في قناة اكتشف التعليمية. الفيديو ده هوضح فيه درس اللافتة المصورة للصف الثالث الابتدائي منهج اللغة العربية الجديد الترم الأول عام 2020-2021. اللافتة المصورة هي عبارة عن جملة بسيطة بنعبر بيها عن محتوى صورة أمامنا، عبارة عن جملة صغيرة بسيطة بنعبر بيها عن محتوى صورة موجودة قدامنا. صورة موجودة هنستخدم ليها جملة بتعبر عن محتواها. الجملة دي تبدأ بفعل أمر زي ما درسناه في الموضوع الأول. يبقى في مجموعة من الشروط يجب أن نتبعها عند كتابة اللافتة المصورة. أول شرط الإملاء الصحيح، أراعي أن التلميذ بيكتب اللافتة كتابة صحيحة، الخط يكون واضح وجميل، أن يستخدم علامات الترقيم، يستخدم الكلمات المناسبة، لازم يكون سياق الجملة مناسب واضح. تبدأ الجملة بفعل أمر، لازم الجملة اللي هكتبها في اللافتة تبدأ بفعل أمر. طيب نشوف أمثلة. اكتب لافتة عن النظافة مستخدما الكلمات الآتية: القمامة، تعاون، جيرانك، ولازم تكون الكلمات في مكانها الصحيح. طيب بص على الصورة، الصورة فيها عبارة عن مجموعة بيتعاونوا مع بعض لإزالة القمامة، عند الكلمات القمامة، تعاون، جيرانك. طيب اللافتة اللي أكتبها تعبر لي عن محتوى الصورة دي. قلنا لازم أول شرط منها لازم تكون تبدأ بفعل أمر، تعاون، تعاون مع جيرانك لإزالة القمامة، تعاون مع جيرانك لإزالة القمامة. هنا بدأت بفعل أمر، بدأت بفعل أمر كده صحيح. طيب نبص على الصورة الثانية، اكمل اللافتة مستخدما الكلمات التالية: بالفرشاة، المعجون، صباح. آدي الصورة. طيب يبقى اغسلي أسنانك بالفرشاة والمعجون كل صباح، مظبوط تمام، او اغسل اسنانك بالفرشاة والمعجون كل صباح ومساء. طيب نبص على مثال تاني، ادي صورة اطعمة: اكمل اللافتة الاتية مستخدما الكلمات التالية: صحتك، ابتعد، السريعة، تحافظ. اجابة: ابتعد عن شراء الوجبات السريعة حتى تحافظ على صحتك. طيب مثال آخر، ادي صورة قدامنا، الصورة واضح فيها ان في ولد بيغسل ايديه بايه؟ بالماء. طيب والصابون، الكلمات الصابون اغسل الامراض. طيب ممكن نقول جملة نبدأ بفعل أمر: اغسل، اغسل يديك بالماء والصابون للحماية من الأمراض. حتى لو ما عنديش الثلاث كلمات دي وبصيت على الصورة ممكن أكتب جملة: اغسل يديك بالماء والصابون للحماية من الأمراض. طيب نبص على مثال آخر، لو بصينا الصورة الأولى، انظر للصورة الأولى واكتب لي جملة. الصورة الأولى فيها ايه؟ هنا فيها مثلا تلميذ بيرتب كتب داخل مكتبة، ممكن تبقى الجملة: حافظ على نظافة المكتبة، حافظ على ترتيب الكتب داخل المكتبة، رتب الكتب داخل المكتبة، حافظ على نظام ترتيب الكتب. طيب الصورة الثانية فيها عبارة عن طفل بياخد
دواء. طيب ايه ممكن تبقى الجملة؟ تناول الدواء في موعده حتى تشفى، تمام، او حافظ على تناول الدواء في وقته حتى تشفى. اذا اللافتة المصورة هي عبارة عن جملة بتعبر عن محتوى الصور. لو عندي بعض الكلمات المفتاحية بستخدمهم، وراعي ان اللافتة المصورة لابد ان تبدأ بفاعل امر. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.